بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. إن منهج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في تعليم السنة إنه كان بيهتم صلى الله عليه وسلم بتعليم النساء كما يهتم صلى الله عليه وسلم بتعليم الرجال كل شيء. وكانت مجالس العلم اللي بتعقد واللي كان النبي عليه الصلاة والسلام بيعملها كان بيحضرها الرجال والنساء ليتعلموا الوحي الشريف من حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعلموا القرآن الكريم ويتعلموا السنة النبوية المطهرة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يهتم جدا ومهتم جدا بتعليم المرأة، وكانت دي يعني واضحة جدا في المنهج النبوي الكريم في تعليم المجتمع النبوي. اهتمام النبي بتعليم الرجال، واهتمام النبي بتعليم النساء، واهتمام النبي بتعليم الصبية والشباب، كل ده مندرج في الرعاية النبوية. النبي عليه الصلاة والسلام مهتم بتعليم الجميع. وكان من اهتمام حضرة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان عنده حرص أنه يفهم النساء صلى الله عليه وسلم، يفهمهم الوحي، وكان يرشدهم إلى ما يحتاجون إليه في أمور الحياة المختلفة. وكان يجيب النبي عليه الصلاة والسلام على أسئلة النساء، وكان صلى الله عليه وسلم يحفظ لهم حقهن في كل شيء. لذلك كان واضح جدا دور المرأة اللي كان واضح في المجتمع النبوي في مجالات كتيرة جدا، لأن المرأة كانت قبل كده يعني في الجاهلية شيء مختلف تماما، واضح جدا قوي من مقالة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما بيقول: والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا، ما لهمش يعني كده وزن عندنا، حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. فده كان وضع المرأة في الجاهلية، لكن في زمن النبوة الشريف في المدرسة النبوية العظيمة كان للنساء
وضع ومكان ومكانة. تعلمت الصحابيات من سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام الحديث الشريف، وقاموا برواية الحديث الشريف. عشان كده وجدنا في كتب رواة الحديث الشريف إن فيها أبواب خاصة بالنساء والراويات لسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت لدى النساء دقة شديدة جدا في ضبط الحفظ وفي إتقان الحمل والتلقي في الرواية. وأشيد كثير من المتخصصين في هذا الباب أشادوا بدورهن، بدور النساء في حفظ السنة النبوية المطهرة. والحقيقة إذا احنا بنقرأ كتير من الروايات وبنرجع لكتير من كتب الحديث، هنجد العظيم من الشواهد والكثير من الروايات اللي بنشوف فيها مدى كمان حرص النساء في زمن النبوة على تلقي الحديث وعلى تعلم الحديث وكمان على تعليم الحديث النبوي الشريف. في أمثلة كتيرة جدا، منها إنه جاء نسوة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله ما نقدر عليك في مجلسك مع الرجال، رغم أن النبي أذن لهم بيقعدوا ويحضروا المجالس لكن هم عايزين حاجة خاصة بيهم. فقالوا له احنا ما نقدرش يعني نسألك وناخد راحتنا في مجالس بيزاحم العدد كبير جدا. فطلبوا منه وقالوا له واعدنا منك فواعدنا منك يوما نأتيك فيه، اجعل لنا يوم خاص بينا احنا النساء. قال النبي عليه الصلاة والسلام موعدكن بيت فلان، وجاء إليهن في ذلك اليوم صلى الله عليه وسلم ولذلك الموعد فوعظهن وأمرهن. قال أبو هريرة فكان مما قال لهن من ضمن العلم اللي تلقوه ما من امرأة تقدم ثلاثا من الولد تحتسبهن إلا دخلت الجنة. فقالت امرأة من المجموعة اللي كانت بتحضر المجلس، مجموعة النساء اللي النبي خصص ليهم مجلس خاص بيهم بناء على طلبهن، فقالت امرأة منهن أو اثنتان، يعني لازم من اللي تقدم تفقد ثلاثة بس، طب اللي فقدت اثنين، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أو اثنتان. فبين لهن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى وعد أهل البلاء الصابرين على ما أصابهم عظيم الأجر والثواب عنده سبحانه وتعالى. والحديث ده في الحديث ده برضو يبشر النبي صلى الله عليه وسلم النساء اللواتي ابتلين بفقد الولد بالأجر الجزيل المترتب على الصبر على هذا البلاء. وهم كمان في هذا الحديث زي ما ذكرنا طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام إنه يجعل ليهم يوم يقوم النبي عليه الصلاة والسلام يعظهم فيه ويحدثهم فيه. وبعد كده ذكر الحديث فقالوا له غلبنا عليك الرجال، يعني الرجال هم يعني الأكثر جلوسا وهم بيقعدوا معاك وياخدوا راحتهم أكثر والاستماع إلى كلامك، احنا كمان عايزين لنا يوم. فجعل لهم النبي عليه الصلاة والسلام لهن يوما ووعظهن وذكرهن بجزاء البلاء، الصبر على البلاء. وأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام إنه ما من امرأة يموت لها ثلاثة من الولد في حياتها يعني إلا كان البلاء الشديد ده بفقد الأولاد الثلاثة، ثلاث خبطات، ثلاث ابتلاءات، الصبر عليها بيكون حجاب وحاجز لها من النار. فقالت امرأة ومن مات لها اثنان يا رسول الله هل لها مثل ما مات لها ثلاثة؟ فقال صلى الله عليه وسلم واثنتين، واللي عندها اثنين وفقدته، يعني فمن مات لها اثنان من ولادها في حياتها كان هذا البلاء، الصبر على هذا البلاء حاجز ومانع لها من دخول النار. لأنه قد يصاب المؤمن بأي ابتلاء فيكون في إيمانه من القوة ما يجعله يصبر بها على هذه المصيبة، وربما لو تكررت المصيبة عليه لا يصبر عليها. فلذلك جاء الحديث هنا اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم فيه النساء ويحدثهم بهذه المعاني
الراقية في مسألة الصبر على احتمال البلاء، إنه صار من تكررت عليه المصائب فصبر عليها أولى بجزيل وعظيم الثواب عند الله سبحانه وتعالى، لأنها امتحان اتكرر. ونعمة الولد نعمة مش هينة في نفس الإنسان، نعمة الولد من أعظم وأجل ما يعني يسعد ويسر به الإنسان في حياته، حتى إنه الإنسان تجاه ولده يرضى إنه يفدي أولاده بنفسه، يعني ده اللي معهود في دنيا الناس، ومش في دنيا الناس بس، وفي دنيا كمان وفي حياة البهائم حتى يفدي ولده. فلذلك قصد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أنه يوضح مسألة الابتلاء، الصبر على البلاءات وبالذات إذا تكررت في الدنيا، جاب أعلى صورة، أعلى أنواع المصائب وهي فقد الولد، وجاب صورة يعني صعبة جدا على الأنفس، وحظ بكلامه وبما حدث به الصحابيات رضوان الله تعالى عليهن وعلى نبينا الصلاة والسلام، إنه حظهن على الصبر الجميل إذا ما وقعت إحداهن أو وقع على إحداهن هذا المصاب الشديد. والحقيقة إنه في هذا الحديث جاء الخطاب مخصوص للنساء، وإن كان المعنى ده معنى عام، ودي لفتة مهمة جدا في منهج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في تعليم النساء، مع إن المعنى ده يشمل الجميع، يعني قصد في هذا الخطاب في هذا الحديث النساء، لأن هم طلبوا منه مجلس وجلس إليهن وحدثهن بالحديث، وقصد بالخطاب العام كل المسلمين فيما روي في روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار، يعني دول هيكون صبروا على هذا البلاء حجاب له أنه ما يدخلش النار. طيب هو لما كلم النبي عليه الصلاة والسلام النساء ووعظهن وأمرهن وحدثهن بحديثه صلى الله عليه وسلم، وبعدين بيكلم كده المجتمع النسائي في شخوصهن رضي الله عنهن، والمعنى ده قايله بصيغة العموم في موضع آخر، ده تقدير من حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام للنساء، وإن ليهم مكانة، وهي إشارة للمسلمين بعد ذلك برعاية النساء وبجعل لهن مكانة في مجتمعهن، إذا أرادوا التعليم وإذا أرادوا التعلم وإذا أرادوا إن هم يعلموا. هذا هو منهج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وإن كان حدث بذات المعنى الذي يشمل النساء والرجال، إلا إنه لما جاي يكلم النساء خصهن بالخطاب، وده مزيد تكريم من حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث اللي سقناه يعني في هذا الباب للاستشهاد على إنه النبي عليه الصلاة والسلام كان في منهجه في تعليم الحديث والسنن يرعى أن يتلقى عنه كذلك النساء، وبرع النساء في رواية الحديث، حتى أنك هتجد كتير من أهل التحقيق في هذا الباب يقولك كان أكثرهن كانوا أصحاب حفظ شديد، وكان نادر جدا أن ترد رواية امرأة حافظة راوية للحديث الشريف، فتميزنا على الرجال كذلك في هذا الباب. في هذا الحديث بنشوف صحيح النبي عليه الصلاة والسلام وضح إليهن عظيم أجر من أصيب بفقد أولاده، وذلك إذا طبعا الإنسان صبر ولم يقل قبيحا وقال طيبا كقولنا إنا لله وإنا إليه راجعون، وتأدب الإنسان في تلقي الأقدار، وفيه هذا المعنى العظيم الذي حدث به الرسول الكريم النساء الصحابيات رضي الله تعالى عنهن اللي تلقوا عن حضرته هذا المعنى الشريف. كمان في هذا الحديث جلي وواضح عناية الجناب النبوي الشريف بتعليم النساء صلى الله عليه وسلم، عناية النبي الكريم بتعليم النساء، وده واضح جدا في تخصيص هذا المجلس لهن، وسؤال النساء فيه عن أمر دينهن، إن هم يجتمعوا بالنبي ويسألوه، والرواية بتوضح وبتؤكد على دعم النبي عليه الصلاة والسلام، دعمه للنساء نفسيا وعلميا
وعمليا، لأن النبي جعل لهن مكانا ومكانة يجيب صلى الله عليه وسلم على أسئلتهن ويعظهن ويأمرهن ويشرح لهن ويبين لهن، وهذا كله كان موجود مع إذنه صلى الله عليه وسلم لهن أي للنساء بالمشاركة والحضور في المجالس عموما وشهود صلاة الجماعة والأعياد وكمان البيعة اللي قاموا بيها. كل ده أثمر عن وجود راويات للحديث الشريف كثيرات، وهذا من ثمار العناية النبوية بتعليم النساء الوحي الشريف.